ضموا إلي عبر الهاتف من الرياض العميد الركن عبدو مجلي الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية. سيادة العميد أهلا بك ومرحبا. إذا الحديدة هي نقطة تحول في العمليات، ويعني الآن أصبحت الأمور على وشك أو قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى نقطة فارقة في هذا الملف. كيف توصف الوضع الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي العزيز، وشكرا أيضا لقناتكم الموقرة والمهتمة بالشأن اليمني وبالانتصارات التي حققها الجيش الوطني. أخي العزيز، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف العربي يحقق انتصارات ومكاسب على الأرض، استطاع خلال الفترة الماضية أو فترة زمنية قياسية أن يتحرك وينطلق لتحرير الأراضي تحت قبضة الميليشيات الإنقلابية الحوثية المنفذة للجنود الإيرانية، ابتداء من مديرية الخوخة ووصولا على تخوم مدينة الحديدة. هذه المدينة الساحلية كبرى من كبرى المدن اليمنية، وفيها ميناء استراتيجي هام يعتبر ثاني ميناء في الجمهورية اليمنية، فيها مطار وكذلك قاعدة عسكرية وعدد من المعسكرات سواء البرية والبحرية والجوية، موقع هام ومتميز. الميليشيات الانقلابية الحوثية تلقت ضربات قوية ومركزة من قبل أسلحة الجيش الوطني والطيران، واستطاع الجيش الوطني أن يحقق المعركة العميقة وأن ينطلق عبر الخط الساحلي بمسافة 90 كيلومتر، وأصبح على مقربة من مطار الحديدة. الجيش الوطني اليوم على أسوار مطار الحديدة الدولي، وكذا وهناك سيطرة نارية على المطار وكذلك المطار العسكري والقاعدة الجوية وقيادة الدفاع الجوي في الحديدة. استطاع الجيش الوطني أن يدخل من عدة محاور بإحكام الحصار على الميليشيات الانقلابية الحوثية المتواجدة في المطار، واستطاع الجيش الوطني أخي العزيز بتلك الخطة المعدة من قبل قيادة وزارة الدفاع والأركان العامة أن يدق معاقل وتعزيزات الميليشيات الانقلابية الحوثية. اليوم الميليشيات الانقلابية الحوثية منيت بالفشل الذريع، تقوم اليوم بحفر الخنادق وأيضا السواتر وإيجاد السواتر على الخطوط الإسفلتية داخل مدينة الحديدة، لكن الجيش الوطني سيتجاوز تلك الحواجز، كما أن هناك طواقم هندسية للجيش الوطني تقوم باستخراج الألغام الأرضية التي زرعت تلك الميليشيات الإنقلابية الحديدة. نعم سيد العميد، دعني أسألك، يعني هل حين سيطرتي أو بعد سيطرتي على ميناء الحديدة تكون خطوط الإمدادات الرئيسة للحوثيين في الداخل والآتية بطبيعة الحال من إيران قد تم قطعها سواء على مستوى الإمدادات العسكرية أو اللوجستية أو غيرها؟ فعلا نحن هدفنا في تحرير مدينة الحديدة بما فيها ميناءها الاستراتيجي الهام، لغرض قطع اليد الإيرانية لتمد الميليشيات الإنقلابية بالأسلحة والمعدات وبالأخص الصواريخ البالستية عبر البحر. كذلك هدفنا السيطرة على الميناء لغرض إيصال المساعدات الإنسانية والمساعدات الغذائية والطبية إلى أبناء الشعب اليمني المحتاجين لذلك بعد أن حرمتهم الميليشيات الإنقلابية الحوثية خلال فترة طويلة من الزمن، وأخذت تلك المساعدات والمعونات الغذائية إلى جبهاتهم القتالية، كما استخدمت عملية التهريب للأسلحة من الأسلحة القاتلة والمميتة للشعب اليمني. سيتحول ذلك الميناء إلى شريان يخدم شعبنا اليمني في كل أرجاء الوطن وفي كل المحافظات اليمنية. أيضا أخي العزيز، من خلال تحرير الميناء وتحرير مدينة الحديدة وكذلك محافظة الحديدة بالكامل ستخنق تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية، وستنهار أيضا في جبهتها الداخلية المنتشرة في المناطق التي ما زالت تحت نير الميليشيات الإنقلابية الحوثية لانتصارات قادمة. والجيش الوطني يتقدم بوتيرة عالية وخطوات متسارعة، ستحقق انتصارات أيضا في الجبهات، هناك انتصارات أيضا في عرض
وانتصارات في ميدي في وادي حيران في محافظة حجة، انتصارات في صعدة وبالأخص في مديرية باقم يوم أمس، والذي استطاع الجيش الوطني أن يقترب نحو مركز مديرية باقم، انتصارات في كتاف وانتصارات أيضا في جبهة نهم محافظة صنعاء، انتصارات في البيضاء، انتصارات في كل مختلف الجبهات. الميليشيا الانقلابية تتلاشى وتنهار وتخسر الحاضنة الشعبية وتخسر أيضا الأسلحة والمعدات والسيطرة على الأرض التي كانت تحت قبضتها. نعم سيد العميد، ذكرت أنه يجب بعد تحرير ميناء الحديدة أن يعود شريانا رئيسيا للحياة ولدخول المؤونات وغيرها من الإغاثات الإنسانية والحياة حتى الطبيعية للمواطن اليمني، لكن أيضا على الجانب الآخر وحتى هذه العمليات تدور الآن وأمامها بعض من الوقت، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعرب عن قلقه إزاء أوضاع إنسانية متردية في اليمن عامة وفي محافظة الحديدة خاصة تحت نير هذه العمليات العسكرية. يعني هل هناك بدائل من أجل إنقاذ الأوضاع الإنسانية، لأن الحروب لها أثمان أيضا؟ فعلا سؤال في غاية الأهمية. نحن في الجيش الوطني حريصين على أبناء الوطن من تلك الميليشيات المتمردة والإنقلابية والمنفذة للأجندة الإيرانية. نحن فتحنا أولا أخي مناطق آمنة لإخراج المواطنين من مناطق التماس، والذي كادت الميليشيات الإنقلابية الحوثية أن تتخذهم دروعا بشرية كما حدث في قرية المنبر. كذلك لدينا أساليب وتكتيكات الحرب التي نتخذها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة ومع طبيعة المدينة ومع طبيعة المباني العالية. نعم، لكن هل لديكم أنتم خطة إغاثية؟ نعم هناك خطط إغاثية. ما زال الميناء إلى اللحظة هذه يعمل بوتيرة عالية، وهناك سفن أيضا مكلها من قبل دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، التصاريح أيضا لأن تصل المساعدات الغذائية وكذلك السفن إلى الميناء لإرسالها إلى المناطق المتضررة. أخي العزيز، نحن في الجيش الوطني حريصين على أبناء الشعب اليمني جميعا، وحريصين على أن الميليشيات الإنقلابية الحوثية، وهي الذي فعلا هي دمرت الوطن والمواطن ودمرت مقدرات الوطن الاقتصادية والحيوية، نحن حريصين كل الحرص. كما تحررت عدن وتحررت المخا وتحررت الخوخة وتحررت شبوة، وكان هناك أساليب عسكرية تكتيكية من قبل وكذلك الأسلحة الحديثة والمتطورة الذي فعلا تجنب سقوط المدنيين في تلك المناطق. شكرا جزيلا لك العميد ركن عبدو مجلي، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية.